تفضل يتشال. مين اللي قال يفصل؟ خد يا معلم، خد يا معلم. يا صباح الخير على متابعينا الكرام، متابعي موقع بصراحة في كل مكان. زي ما حضراتكم شايفين بيشكل العجين زي ما هو عايز وبيلعب بالفطيرة تنورة في السماء. فتحي يعني ملك الفطير، هنعرف الخطوات الأساسية في عمل الفطير وهنشوفها مع حضراتكم. طبعا هو بيشكل العجينة وبيفردها، حاجة ولا أجمل ولا أروع، بيلعب تنورة زي ما حضراتكم شايفين. فتحي مالك الفطير، الله، شوفوا السرعة والدقة ويعني الحلاوة. طبعا بالسمن البلدي، حاجة ولا أجمل ولا أروع من كده. الاساس في العجينه ايه بقى يا فتحي؟ الاساس في العجينه يا استاذ عمرو المول بتاعتنا اللي جاي السكر والملح. تاج العجينه دي اهم حاجه، ده اهم حاجه في العجينه. طب العجينه عشان تفردها معاك كده وتنط معاك بالطريقه دي، بتسيبها ترتاح ولا بتعمل فيها ايه؟ يعني بعد ما تعجنها كده وتفتحها يا استاذ عمرو بتقعد بتاع ربع ساعه، ربع ساعه وتشغل منها عادي زي الفل. ما شاء الله، يا جماله يا جماله، الله الله. يعني زي ما حضرتك شايفين فتحي اهوت وهو بيدلع الفطيره ويلف بيها وبيلعب تنوره. ادي الجمال وادي الحلاوه وادي البلدي، ده بقى شغل البلدي ده، صح يا فتحي؟ الستات بقى فتحي بقى يعني ساعات الموضوع بيفشل منهم، ما بتعرفش تطلع الفطيره بالتوريقه اللي انت بتعملها. طبعا احنا العده مساعدين يا استاذ عمرو. اللي هو اللي ايه بقى؟ العده زي يعني الفرن زي العجان زي الستات البيض، طبعا ما فيش الكلام ده عندها. يعني عشان هي بتعمل في ايديها فما بتخدمش العجينه. العجينه ما بتتخدمش، حتى لو عملت ايه عمرها ما هتعرف تخدم العجينه زي ما احنا. يا ما شاء الله. يا جمال، يعني تنورة اهو زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بقى يعني مشهد الفطيرة في الفرن دي حاجة تانية، دي يعني لذة ما بعدها لذة. ده انت تشوف الفطيرة كده وهي بتتحمر في الفرن يا فتحي، بتاخد وقت قد ايه الفطيرة في الفرن؟ الفرن يعني بتاخد بتاع 10 دقايق. 10 دقايق في الفرن؟ 10 دقايق تطلع احلى فطيرة. الناس هنا بتقول عليك ملك الفطير يا فتحي. اكيد نمبر 1 يا استاذ عمرو باذن الله. نمبر 1 مش 2. الله 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 على فتحي. فتحي بيعمل يعني زي ما حضراتكم شايفين عظمه بالفطيره وبيلعب بيها تنوره كمان. الله يرزقك يا فتحي. الله يوسع رزقك.
السمنه بقى دي حاجه اساسيه في الفطيره. هي الفطيره سمنه يا استاذ؟ هي الفطيره سمنه. الفطيره ما فيهاش الا السمنه. انواع بقى السمنه يعني ينفع اي سمنه ولا لازم نوع معين؟ بص هو السمنه كلها بتشتغل استاذ عمرو، بس في حاجه تفضلها عن حاجه. يعني الافضل حاجه، يعني في حاجه اسمها الطاهي دي انضف سمنه. طب البلدي؟ السمنه البلدي احنا ما عندناش سمنه بلدي. لا يعني احنا بنتكلم يعني لو حد عايز السمنه البلدي. الزبون عايز السمنه بلدي بيجيب لي السمنه هو وانا وانت تعمل له سمنه بلدي. عشان عليها الشغل قد كده. تمام ما شاء الله. نمبر 1 مش نمبر ايه؟ مش نمبر 2 ان شاء الله. ربنا يجعلك دايما كده يا رب الاول في كل حاجه. الفطيره بكام بقى يا فتحي؟ الفطيره عندي حاجه عامله 15 وحاجه عامله 30. 15 هنشوف دلوقتي 15 وهي بتطلع من كله. ب 15 جنيه الفطيره اللي بتاعت حضراتكم دي، يعني فتحي فادي كتير بيلعب فطوره. الفطيره شكلها عامله ازاي مع فتحي ما شاء الله. الله الله ايه ده؟ شوف فتحي عامل الفطيره ازاي يا جماله. طارت زي الفل يا فتحي. شوفوا بقى الفطيرة اهي وهي داخلة الفرن. طبعا هنا اهي وهي بتلف الفرن مش عارف باينة بقى.